اليوم 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 الشباك شباك النصر بيرتعش. شوف اذا جيت تمنتج المقطع اذكرك 3-1 و2-1 لنا. عندي تصريح، شوف النصر زي كورونا يا حبيبي بيدمر العالم. تفجير عليك بدل اجي اجي بدل اجي الله يرحم والدي اجي اجي حتى الله يدرسك يا ضعيف. يلا يا اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج مدرجاتنا. انا معكم ابلس العبدان، واليوم النصر يستضيف الاهلي. يلا نبدا. اخر مباراه هنا في المركز هذيك اللي قهرت البلنتيات راحت علينا بلنتيه ما حسبت لنا. السوم نزل 10 دقائق خلص يا رجال. السوم عارف المباراه ذيك لعب فيها لعب بالفار وغيره، ولا كان فايز فيها النصر مخلص النصر. وانت عارف خصم السوم من اليوم مين؟ العالمي. طيب وعلى العام كما كان عالمي العام عالمي والسنه دي سجل فيك 9 اهداف تحت فوق يمين. الحمد لله الحمد لله كسر رقم ما كسره هدافين الدوري من زمان. ما قلنا شيء، الحمد لله هداف. بس من هداف الكلاسيكو؟ سوما. شيك شايل اختك؟ انا؟ ليش شايلها؟ اشيلها عشان ما تنحاش. ما تمشي. ايش مسوي بكم السوما اليوم؟ ما اسوي شيء والله. ايه عندك بيترس جليانو وين راحوا؟ والسوما وجنيني حمد الله ومرابط وين راحوا؟ عمرها ساوي وين راح الدفاع؟ ابن حلال العام كانوا فيه ونزل السوما سجل هدف وصلح هدف. طيب الحين تشوف المباراة مباراة الشباب. صراحة الشباب ما له دخل بالشباب. ايش سوى هاتريك؟ احنا نتكلم على هاتريك. طيب هاتريك احنا نتكلم على هاتريك. وانا ما سجلت هاتريك ان شاء الله اليوم. هاتريك ليش ما سجلت العام؟ عالمية اليوم ان شاء الله. الحمد لله ما سجل هدف اذا كان بس معاه مرابط. واذا مرابط موفي ما يسجل هدف، ما حد يرفع له. لا والله مشكلة. انا اقول لك تعرفين السوما ايش قال؟ انا اقول لك اليوم احنا بنفوز. هاتريك حمد الله دفاعهم اليوم ولا في اي احد، كلهم مصابين اليوم. يوم حمد الله في حمد الله ومرابط وعندنا السوما وعندنا داجيني. ما في دفاع. ما في دفاع، ما عندك دفاع. عندنا هجوم ناري. وش دفاعك؟ شو شنو خير الهجوم الدفاع؟ عكسته عكسته. اي خير الدفاع الهجوم. كذا معصب داخل كذا. مين معصب؟ انت معصب. لا وراك كذا خايف الاهلي. لا يا هلا خايف. انا خايف الا ان شاء الله. السوما السوما دائما يسجل فينا. لا ما حمد الله ورابط الحين يجيبها. طب الحين اذا نزلتوا الملعب تزعلين تطلعين ما تكلمين في السياره؟ الا الا اليوم تقول اذا فزنا عليك تعطيني 100 ريال اليوم. تعطيها؟ طيب اذا طيب واذا فاز الاهلي ايش تعطيني هي؟ تعطينا اعطيها 100. نجاح بالمدرسه. ايه معك 100؟ ايه عندي 100. معك اكيد لا تخطينا. الا عندي. خايف ولا بردان؟ لا والله خايف. خايف اهلي السوما يخوف. اي والله دايم يسجل فينا السوما. يلا فوق تحت يمين يسار معهم عبد الفتاح بعد. لا تذكرني سوالف. هي ما عليك. لا لا ما عليك. اقول لك حمد الله مرابط وجريان ومهزوم في الجيب. في الجيب في الجيب في الجيب. ما في في الجيب شيء. الا الا في الجيب. ما في شيء في الجيب. عندنا السوم جيب حمد الله. عندنا السوم. عندنا جنيني وبلايلي. انت نصراوي؟ انا؟ اي وانا سمعت من جمهور انك انت النصراوي. خليك من كلام الجمهور. انا بعلمك سر بيني وبينك. هيا انا اهلاوي. اهلاوي؟ صميم. اكيد صميم. تحلف بالله؟ تروح الفان كوره ما فيها حلف. شوف الليله ان شاء الله الملعب هذا يهتز. ملعب السوما يهتز. اليوم 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 الشباك شباك النصر بيرتعش. بيرتكش كذا 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 بالهداف. انا خفت انا خفت حبيبي. شلون؟ في النصر هنا في جيبي. هنا وين؟ اليوم لعبه جنيني. انت خايف من كورونا؟ لا ما انا خايف. انا خايف والله من جنيني اللي مجند النصر. والله العظيم انك قابلني هنا بعد المباراه. هاي من 3-0
حمد الله حط الماسك على عيونك قطبينه على عيونك اقول لك شيء حمد الله هنا جلدنا جلدت مين؟ جلدنا نص السنه الماضيه نهم السومه بربع ساعه في جده جلدك دخل دقيقه جاب هدف شوف كيف اللعيب تغاضني بين حمد الله والسومه يقول لك تغاضني بين ميسي وين؟ روح لك حمد الله هداف مو هداف العالم رابع هدافين العالم يا اخي كيف هداف يا ابوي تغاضني بين ميسي يقول لك هداف العالم الاول وين؟ وش بقول لك انا عندي ايجابيه والله سلبيه معه ترى يا رجل اي والله ليش حاضرين طيب والله لا بس كذا الاهلي يجينا بس نستمتع وحنا ننجرد اللي ما ياكل بيده ما يشبع شوف ترى حمد الله زي ولا لا حمد الله ما مستحيل اي احد يوقفه المباراه يا حبيبي الله يسعدك المباراه بين الملكي وبين العالمي بين الاهلي وبين النصر الهلال اليوم الله يستر عليه هذا هلال يبغاكم تفوزون بس يبغى يعطل النصر قاعد يشجعهم شجعهم يلا بنروح 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 المباراه الحين قاعد تلعب ما تنام انا اقول اخسر وقت على نفسك شيل العده ويلا على جده اليوم حمد الله بيلعب فيك والله انا من قلبي هلالي اقول رجال بروح الاهلي والله من قلبي بروح الاهلي بنفوز حمد الله بيلعب فيك جمهور الاهلي الناس كلها اللي تقلدنا في اهازيجنا وتقلدنا في تشجيعنا الناس هم ايش فائده الاهازيج بدون بطولات ايش اسوي بس انت قلت لي ان فايده الترفيه ولا فايده انت قلت لي بدون انت قلت لي بطولات انا بطل دوري وبطل كاس وبطل سوبر وبطل كاس الملك انا ما اغيب على البطولات لحظه ادري ايش بيقول لك اول عبد العزيز اسمع شو بيقول ما طلعت ما طلعت لمباراه الاتحاد والله ايه صورتك قلت لي بيطلع على الدوري انا والله عيب والله تطلع مباراة تطلع مباراة ذي يلا شو بيقول السومه ايش بيقول بسوي لكم السومه والله ما يجيبها ترى من عشاق نادي الاتحاد واتمنى اليوم فوز الاتحاد يشجع النصر اي نعم السنه ذي بينكم حرب ما عليه حرب مظاهرات اي شيء اهم شيء يفوز النصر مجنون انت تحضر هلا ما عندك دفاع اليوم لا ان شاء الله لا ما في دفاع حمد الله هذا بيروح ادراج الرياح ان شاء الله ادراج الرياح ادراج الرياح ساتر ما جبت الكلمه ما سمعتها ايش بنسوي اليوم ان شاء الله يفوز النصر ونجيب على الاهلاوي 10 لا 10 كثير نبي 3 لا 3 حلوه لا 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 والله 3 10 لا. يعني حتى تنس ما نجيب 10 انا معروف تدري شجع انا ايش شجع ما ادري انا ما تعرف شجع لا نصراوي انا طب ليش دائما تيجي تحطمنا كذا مو بحطمكم انا واقعي انا هيئكم للهزيمه قبل لا تنهزمون لا لا ما ما ولا نهيئك اتركنا في حدها ايوه ومن هنا ومن ارض الملعب وقبل لا تبدا المباراه بنطلع مدرج الفريقين ناخذ رده الفعل هلا اقول الاهلي والنصر واحد يعني معناته انكم تبون الدوري للنصر لا لا احنا الدوري ان شاء الله لا انتم تبون تعطون لا لا ما نعطي ما نعطي الدوري لكن تقول احنا واحد احنا واحد خلاص أيوة. بصيركم واحد شوف النصر فاز بطولاتكم واحده النصر فاز الاهلي فاز كنا فرحانين سمعت انكم تبون الدوري للنصر سمعت لا والله لا والله أنا سمعت أنا والله كلامك مو صح سمعت مو بالك كلام لا 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 مو اللي سوي لك اياه غلط والله العظيم في ناس اهلاويه يقول عادي ياخذ الدوري لا لا يعني يلعب باسمنا اللي يصير يصير نحن باسمنا باران يلعب باسمنا واللي يصير يصير يعني ما هم الاهلي اهم شيء الاهلي يفوز لا تلعب بالاسم خل النصر يفوز اليوم احنا نفوز بكاس الملك يعني خيش دف النصر يخلى ولا ياخذها الهلال لا مو بعادي اهم شيء انه ما ياخذ كيف عادي سمعت انا سمعت اي اذا الهلال ايوه احسن شيء ما ياخذه ما ياخذ ما ياخذه يعني لو فاز النصر اليوم عسل على قلبي والله تقدر تقول ايوه قول انت لو فاز النصر اليوم عسل على لا لا يلعب بتاريخه اي الهلال ما ياخذ الدوري لا 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 شو ما همنا لا هلال ولا غيره الاهلي يلعب له تاريخه بلعب شو انتم وانتم عندكم مدافعين وفريقكم كامل ما تفوزون اليوم ناقص دفاع كامل لاعب واحد يكفي الاهلاويين بعض الاهلاويين ها يقولون لو فاز النصر عننا اليوم عسل على قلبي كيف عسل على قلبي لو فاز النصر ما راح ازعل اقول لك لا اقول لك ليه ليه الدوري راح على الاهلي خلاص يعني ما هو بين السباق الدوري باقي 10 لا صعب ما تقدر خلاص مع مدربك والتخبطات اللي صاير مستحيل طار الدوري ما في طار الدوري هو فاز النصر اليوم عسل هو ان شاء الله الاهلي يفوز بس لو فات عادي صراحه ما عندي مشكله ما راح تزعل انا بالنسبه لي والله ما عندي مشكله اسمع
اقول لك شيء؟ قل. الاهلي يقولون هذا احنا عقدته في الملل. من عقدته؟ الاهلي في الملل. الاهلي متى جاء الملز وفاز اصلا؟ العام جاء اعطاك اثنين في 10 دقائق. من خذ الدوري؟ النصر. عادي بس بس يكفي خذ الدوري. النصر افعال مو اقوال، اذا حضر النصر بمن حضر. النصر عقدة النصر، اذا رجع النصر لمستواه احد يعقده ان شاء الله، والدوري ان شاء الله مكرر الاستثناء بمشيئة الله. ترى الاهلي ما نشوفه فريق معنا، ما في مستوى. تذكر العام سووا فيك هنا؟ اي مرة. بس الاهلي ما تقارن بالنصر ابد، مباريات تحصل على طول ثلاث نقاط. ما ناخذها ما نعتبرها كلاسيكو. كيف عقدتنا؟ زي العام ما اعطاك السوبر اثنين بيعطيك السوبر. لا الحين غير، عندي حمد الله الحين. العام كان عندك حمد الله. بس ظروف. Play it safe. I might play a little dirty someday, and I'm following fate. They say I'm the chosen one. I know what it takes to be a king, be the song everybody wanna sing, and bring harmony, and be the chosen one. Ain't nothing gonna stop this. Ain't nothing gonna stop this fire. This fire. بين جماهير وامام النادي الاهلي، نصر ثانيه برصيد 41 نقطه بفارق 3 نقاط على المتصدر الهلال. طبعا قبل هذه الجوله الاهلي يحتل الترتيب الثالث ب 33 نقطه، ولكن بفارق كبير على المتصدر يصل الى 11 نقطه كامله. بالتالي التفريط في هذه المباراه سيكون امرا مزعجا جدا على اي من الفريقين، وهدف الفوز سيكون مطلبا ضروريا رئيسيا مهما في معركه هذا المساء. الآن بداية المباراة. حبيبي أعصاب لسه المباراة بادية. أول دقيقة أول 3 دقائق لسه المباراة بادية حبيبي. إيه والله متوتر وتخبر المباراة هذه. عارف المباراة بس الأهلي إيش؟ سوى فيك العام هنا؟ ما جبنا الدوري. بس عطاك. جبنا الدوري. عطاك. جبنا الدوري. لسعك. ما عليه هذه الكورة. ترى الأندية الكبار صح ان الاهلي مهزوم الوحده والفتح بس في المباريات الكبيره بس النصر الكبير كبير في حمد الله فيه مرابط فيه في جنيني في السومة لا منتهين بلايلي منتهين ما عليك منهم لا يغرك الاهلي خسر من الوحده خسر من الفتح الاهلي اخوان بس المباراه ذي لنا ليش الاهلي اخوان؟ يعني شفت الاتحاد مع الهلال قلت لازم لنا حليب يعني. لا لا لا, لا. الاتحاد اصلا عمره ما كان مع الهلال. ايوه علمنا اصلا ما رحت المباراه هذه المره الثانيه بس لي 6 سنوات ما رحت ما ادري ما حد يرضي لي ما حد يوديك اي ما كلهم مش فاضيين كلهم مشغولين خذ سواق وروح ما عندي سواق ما عندي فلوس هوبر ما عندي فلوس ولا عندي جوال والله ما عندي جوال وين ابوك انت؟ مو هذا مو ابوي هذا خالي ورا ما توديه يا هذا اللي جبته طيب اليوم اللي يجي هجمه قم وين؟ ها برابط حمد الله الله يا حمد الله حكاكه زايده يا حمد الله فك كوره كوره يا حمد اقسم بالله ليش الفلسفه ليش؟ والله خلاص فسق والله فسق باذن الله جايبينها باذن الله المباراه هذه حق النصر باذن الله ولو النصر ما تحس عنده رغبه في الفوز النصر ماسك المباراة من بدايتها ما في أهلي في الملعب نهائيا شوف إذا جيت منتج المقطع أذكرك 3-1 و2-1 لنا 2-1 في المونتاج هذه ها؟ شوف وانت تصور المونتاج شوف 2-1 و3 صدقني
عندي تصريح، شوف النصر زي كورونا يا حبيبي، بيدمر العالم. نعم. تفجير عليك مثل. قال عليك مثل. هذا المثل الاصح. كورونا فايروس، النصر فايروس، بس بيدمر العالم. انتهينا. بنسيطر على العالم. بينكي وبين، بينكي وبين. خذها مني. تسيطر على العالم. نعم. توجهت. تراني انا يمني، لا خم منذ نعومه اسافري، وانا نصراوي، احب النصر. نعومه تظاهر. كل المباريات احضرها ولله الحمد. الحمد لله انني طحت في العالمين. ما عليك الاهلي 3-1 للعالمين باذن الله. بتقول لا صح؟ كعادتك كعادتك صح؟ لا لا احس ما ودي. ها؟ ودي نصراوي انا يا اتبوسه. حبيبي يا سلام. كورونا كورونا. اعوذ بالله. اكتب يا اخي نحط براح عليك ذا يا اخي. ها؟ كاميرات ذا يا اخي. ها؟ النصراوي. ترى اللي حاطه انا ما حطيته. ما علينا. ايش تدافعون؟ هاجم يا اخي، فريق الاهلي فريق كبير. اكيد اكيد، وبيجيك العلم ان شاء الله شوي وتشوف. وايش العلم اللي بيجيني؟ بيجيك العلم ان شاء الله. وش يجيني العلم؟ شوف انت انتظر بس. خميسنا فله واليوم خميسنا فوز باذن واحد احد. ورواتب ورواتب. اوه العب. طيب دقن ولا شعر؟ دقن ولا شعر؟ لزقت خشب بالله. السومه ما عاد بسومه. لا لا يرجع 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 مثل ما بنقعد ندافع. احنا اللي قاعدين ندافع ليه؟ لا ما في مدافعين ولا فريق، ناقص 12 لاعب، فريق كله مصابين، ايش تبغى؟ بعدين النصر متعودين ناخذ رايح جاي. رايح جاي؟ العام فزت عليه ذهب، فاز عليك اياب. لا فزت عليه ذهب برضه. الاياب فاز عليك برضك. الاياب كنا عندنا غيابات زي اليوم. ما تقوله حتى رايح جاي، طلع اشاعات. لا رايح جاي. مر دي بروين ولم يجد نفسه. هذه كرة ثابتة تلعب عرضية، محاولة بالراس. بالتخصص هذا وانتم ما هاجمتوا، ماشيين بالبركه. يجي ان شاء الله فايزين باذن الله تعالى. والله ما هيك ان شاء الله تجيب العلم ان شاء الله باذن الله. ايش ايش اللي حرام؟ حرام على الجنين، كله يرحمه. احمد ربك وجاء هدف يا رجال. هذا مين؟ والله اجاك هدف ما ادري وين جاء. العقيد هذا ابو خطاب ما له الا والله دعوه والدين. والله احنا ما له الا ابو خطاب، هو اللي شايلنا ورافعنا فوق. ثاني بيجي والله رزقه من ربي الهدف. صدقني يجي الثاني، اذكرك الحين جانا هدف من الله. لا يجي الثاني يا ابوي. النصر حاشرنا الان. قدها قدها اذكرك. بلنتي ولا مش بلنتي؟ ها شكلها بلنتي. بلنتي. اوه لا لا بيعطيها اصفر. بلنتي يلا بلنتي. ايوه يا وحش انت. انا اقول بتضيع. مستحيل. لا ان شاء الله. ضاعت. اسطوره. ضاعت. مستحيل. ضاعت. مستحيل. ضاعت. مستحيل. ضاعت. مستحيل يضيع السومه. ليه ما يضيع السومه؟ والله مستحيل يضيع. افضل لاعب في العالم يضيع. من؟ مارادونا يضيع. شوف شوف ليه يضيع. انت شوف قدامك. انت شوف. ها ضاعت ضاعت. لقاءات الفريقين، مدرج الاهلي يردد، مدرج الاهلي يقول لك تبغى زياده في حبك اجيب لك حبي ثاني منين، وتبغى زياده في وصفك اجيب لك وصفي ثاني منين. الكبار يظهرون في المواعيد الكبيرة. قايل لك سجلوا هدفين في شوط. شوف بيني وبينك نبغى النصر يفوز عشان ياخذ الدوري، لكن فريقك فايز من النصر. الاهلي دائما يخرب السالفة. هلا بقى
حبيب الحبايب، حبيب القلب انت. اليوم احنا احباب، حبايب حبايب الهيبه، حبايب حبايب حبي، حبايب حبي يا حبيبي. ايش تبي بس يا قلبي؟ يا قلبي انت مجانين. مجانين؟ اي مجانين. يعني شلون مجانين؟ مجانين هذا ترفيه للاهلي. والله ايه هذا الاهلي القوي، لكن على الاهلي لا. ليه؟ برا على برا. ليه؟ وش الفرق؟ من 2000، من عام 2000 إيه؟ الى اليوم ذا. من عام 2000؟ من عام 2000، 20 يعني سنة. 20 سنة إيه؟ 20 سنة ما فاز علينا حسب كلام الاعلام. حسب كلام رايح جاي. شوطنا الاول في الكلاسيكو ينتهي، وبتقدم عن طريق من؟ عن طريق الأسطورة عمر السومة يعطي التقدم للأهلي. وبكذا انت الشوط الأول فوز الأهلي 2-0. بس اسمع ترى معروف. معروف ايش؟ النصر قلاب النتائج. ولا شيء. اثنين والثالث ولا شيء. الريمونتادا النصراوية ما اشوفهم شيء. بتشوف شوط ثاني. ما اشوفهم شيء. كثير النصر الباحث على قلب الموازين، النصر الباحث على إرضاء جماهيره والعودة في مباراة الليلة. الآن بداية الشوط الثاني. جلدك السومة بالتخصص. ما جلدني، مستوى سيء. دفاع الأهلي غايبين 4 قلوب، يلعب بسوزة وبصاص، أحمد موسى ضيع كرة قدام المرمى. الحمد لله أنت مكانك الصندوق مو مكانك على الطرف. ما أدري وش معطيه في توري. رايحين الحين هنا. رايحين على ما احنا ماخذين الدوري. الاهلي والاهلي لعبتنا والاهلي ما لعبتنا، ثم ماذا؟ احنا نصراويين باقي لنا شوط. لساعك السومة. السومة ما انا اعترف منه لاعب فنان، لكن احنا بس باقي شوط عارف؟ وان شاء الله نجيب ونفوز، ان شاء الله نفوز. انا كنت اتوقع اني اقابلك بنتيجة افضل من كذا. والله كان ودي. والله العظيم يا باين عليك الحزن بس. باين. والله جلدنا السومة، شكوى لله يا اخي. سووا شيء الشوط الاول. ايش في الشوط الاول؟ سووا شيء هم. جاب هدفين. السومة ما سووا شيء. جاب هدفين. كل اشياء مرتدة. جاب ولا ما سجل؟ جاب. ها؟ سجل ولا ما سجل؟ بالحظ. سجل ولا ما سجل؟ سجل بس بالحظ. اقول مشينا بس نروح نلحق على الويكند بس. لا نصر ولا تعاون. 3-2. بعدين يعني. والله حمد سمودة يا رجال. يعني الشباب رجعنا الحمد لله. مشت شوي. اليوم صعبة. لا اليوم بإذن الله. أنا نزلت فنص أشوف 2-0. الأهلي ناقص 12 لاعب. ما نقدر نفوز عليهم. لا نلعب ونفوز بإذن الله. مرابط ما لعب ومصاب عبث. الوعد نهاية المباراة بإذن الله. ضيعنا. مو مشكلة. إلى متى؟ في حمد الله. حمد الله ضيع واحدة ما تضيع. آخر دقيقة، لا الدقيقة 90. كل ثقة فيه. كلنا ثقة فيه، لا تخاف. هذه تضيع. اللي بعدها كالعاده بر كره عرضيه باتجاه حمد الله بالراس تحيه جوليانو والله يا نصر الله يا عالمي يا عالمي يا عالمي يا عالمي هدف من عادي عالمي نصر يا عالمي الله الله جوليانو دي باولا والله البالا والله دي باولا العرضيه بنموذجيه الكم المباراه ترجع. اسمع اعطيك معلومه ورب البيت ها مو حلفه عشان المباراه هذه النصر تعود على الصعب من زمان. اليوم والله العظيم قبل المباراه اني قايل بفوز. لو فاز الاهلي مبروك لهم، بس في فريق ثاني ارجع لمباراتهم اليوم. ارجع لمباراتهم بس الاهلي مبروك حتى لو فاز. قبل شوي سحب معاه اربعه سحبوه. قال لك ايش؟ قال لك كاريو. هذا مرابط كاريو جاب آسيا. يلا خلي مرابط يجيب آسيا. مرابط النصر جابه من قبل ما يخلق كاريو. النصر جابه من قبل ما يخلق كاريو، من قبل ما يكون في شيء اسمه اصلا كاس آسيا. ابطال آسيا جابه ما جاب ابطال آسيا؟ لا يا شيخ. الحمد لله. قلبك انتبه على قلبك. والله يا اخي النصر تعبني يا اخي. ان شاء الله هدف ان شاء الله ده هدف ان شاء الله ده هدف. يواصل
يرسل تألقات ركنية وكيف لا يعودون؟ النصر يأتي بالتعادل العالمي يستعيد بريقه. خير علينا خلك تبون هدف ثالث؟ اي طالبينك خلك والله ما طلبت لا تروح تكفى الحين يجي ثالث كفو بالقوة غصب ان شاء الله الفوز باذن الله ترى مو بكل الاندية يعني تفوز عليها اربعة تقلبها لا دائم النصر دائم في كل المباريات كذا لازم يرفع ضغطنا بس في النهاية باذن الله بطولة باذن الله اتذكر كلمتي 3-2 باذن الله عطنا خمس دقائق بس احسب كل المباريات نفسها تنعاد لا بتشوف عطنا خمس دقائق مرة واحدة الشباب بس خمس دقائق ورجع لي بتشوف 3-2 باذن الله ايش جانا الشوط الثاني كنا كويسين الشوط الاول كويسين ضيعنا فرص نتقبل اهداف هذه معادلة واضحة الشوط الثاني يعني ضيعنا لعبة السومة الله يستر ما في كورة ما في دفاع والله حتى سعيد وحسين جاء واحدة في غيابات عندنا غيابات وضغطنا النصر الشوط الاول معروف فيتوري كويس الشوط الثاني خلاص قفل الشوط الثاني ضيعنا بداية الشوط الاول خلاص ضاعت المباراة المفروض يقفل كانت المباراة لنا متقدمين 2 والله 2 ضاعت ايش نسوي سناترا وين غطوا الدفاع وين الدفاع أربع سنوات مصابين. الله سنوات. الحين نصر نجيب هدف. شوف هذا هدف النصر. ما. والله هدف النصر. لا. شو سيدن؟ إيش فيه؟ احسبها بتطلع ما دمها. والله لا عندنا لاعبين لازم تفوق. أنا أتوقع يعني قلتها لأخويي 2-2 تنتهي. نزل غريب. ها؟ غريب نزل. غريب الدار ومناية تسلم. الله. أسلي خاطري عن حب الأهلي غريب الدار الله أكبر غريب الدار ومناي التسلي الله لكن إن شاء الله يفوز الأهلي أسلي خاطري عن حب خلي غريب الدار بعلمك ليش الأهلي أنقلب المباراة الناصر عنده محمد الله مجرد يخش هنا في المنطقة هنا على طول يتبطح لا يمثل ويتبطح يبغى ضربة جزاء هذا لعبه أهدافه كلها بلنتيات هذه من خبث كرة القدم ما هو خبث ولا شيء هو أهدافه معروفة تبطحي عطيني بلنتي هذا لعبه بس حبي فار وفي دنيا ما هو الفار معاه دفع رباع الفار 2 أمورنا طيبة والله ما أدري ضيعوا المباراة جانين وسعيد مملت شو أسوي جانيني لعب كويس جانا كويس من يوم جانا فلا لي ما ندري إيش جاء والله ما أدري شو لازم نقرأ عليه لازم الفريق كامل لازم نقرا عليه السومه قدام الباب ضيع وحده مره فاضي الاهلاوي يلا شباب الاهلي جينا انا شباب ما كل مدينه والفوز من الله باذن الله جينا منفوز ولا شيء والاهلي خاسر وخذها مني انا جنين ضيعنا نلعب اليوم ضم هانجل عمر الصوب رفع ضغطه الله يرفع ضغطه الله يرفع ضغطه قول امين خيل الاصيل ما تسمع خمس نقاط الحين ما تسبق الا تالي الخيل الاصيل ما يسبق الا تالي والله الاهلي ناقص 12 ما قدرنا عليه العام 9 نقاط العام مو زي ذا السنه وانت فاهمني لا والهلال ماخذ الاسيويه نعيده ونفسيه حلوه لا ما عليه بمرور غريب بمهاره غريب لا زال يحافظ على كرته انتهى الكلاسيكو ايها سيداتي والساده انتهى الكلاسيكو ما تدري صفر حكم 9 نقاط وجبناها 9 نقاط وجبناها مو السنة مو بكل مو زي النصر ما عمر تنافس النصر والهلال والهلال اخذ الدوري على النصر هذه طول التاريخ بالضل على طول اول كلامي قلت لك ان كورونا هو النصر الحين الله يستر من كورونا طلع فايروس بيدمرنا حنا فرق الهلال مباراة سهلة الاهلي غايب منه 12 لاعب ما قدرنا نفوز عليه بس صل على النبي فيتوريا نرجع نقول فيتوريا يغلط
يا اخي موسى متراجع مستواه يا اخي، لو يعطي عبد الفتاح ادم فرصه بدايه المباراه والله يتغير. الموسم الماضي مثل ذا الوقت الفارق تقريبا بيننا وبين الهلال كان 6 أو 8 نقاط على ما اعتقد. هذا الموسم من برنامج مدرجاتنا، ان ما جاء نهايه الدوري وان ما جاء نهايه الموسم والدوري النصراوي علي بحق لك انت. كفو والله، احنا تعادلنا، احنا اللي متعادلين في ارضك، احمد ربك بالتعادل في ارضك وتتعادل زي كذا. انا اشوف ان النصر موسمه خلاص انتهى، اذا في اسيا نعوضهم ولا اسيا وقفوها كورونا. اذا جالي عيال ان شاء الله بعد 20 سنة وصرت جد ان شاء الله ناخذ اسيا. اسيا ما في اسيا، كورونا احنا عارفين كورونا صار بطولة سنة دي هلال باذن الله. يقول لك اذا كان خصمك القاضي فمنتو قاضي، لكن باذن الله زي العام باذن الله البطوله نصراويه وراح تجي. بقى 10 جولات، اي نعم لو تعثرنا لكن ان شاء الله عداله السماء ان شاء الله راح تجي. جاء اقول قصيده وجاء رايي على الهلال. يلا 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 خل اسمع. مال الذهب الا رجاله تشيله، ومال النصر غير البطولات خلان. يا شاغل الدنيا سنين طويله العب ولا تحسب لنا ارقام حسبان. سيء اليوم، احنا لا راضي على فريقي، لكن عطني التسهيلات حقت الهلال اليوم في القصيم. دقيقه، اليوم في القصيم مباراه كره يد، والله اسمع مباراه كره يد يعني شفناها احنا شيء واضح، مباراه كره يد عطني التسهيلات من الدور الاول خذ لك الصدارة يا اخي. احمد ربك انك تعادلت اليوم، والله ما في شيء اسمه احمد ربك انك تعادلت اليوم، في شيء اسمه انهي الدوري الحمد لله والشكر، لكن اليوم انهي الدوري وعطى الهلال. انا اقسم بالله كلنا راضين، والله احنا راضين حبيبي. ما يرجع للفار النصر، مستحيل يرجع للفار. ليه لا، في لقطات وللهلال لا، هذه مباراة ما علي انا بس اقول شغل الفار لكل الافريقه بيكون بعدل، بس نبي عدل، والله ما نطلب الا العدل. وبكذا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، تعادل الفريقين 2-2. كنت انا معكم عبد العزيز عبدان، نشوفكم في حلقه جايه من برنامج مدرجاتنا، فما الله.